تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، افتتح بنك HSBC اليوم مواقف مجهزة بالطاقة الشمسية. ويعتبر هذا المشروع الثاني من نوعه للبنك والأول في قطاع التمويل والبنوك في مملكة البحرين. وفي كلمته الافتتاحية أثنى سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا على جهود ودور القيادة في مملكة البحرين في دعم هيئة الطاقة المستدامة وإيمانها بأهمية دور الهيئة في تهيئة وتمكين قطاع الطاقة المستدامة ليكون ركيزة محورية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الشاملة والوصول إلى الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والبيئة. وقد نجح البنك في تحويل حوالي 50 من مواقف السيارات غير المضللة بل غير المظللة في فرع العدلية إلى مواقف سيارات مظللة بلوحات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تركيب لوحات طاقة شمسية على الأسقف، ما سيخفض من استهلاك الطاقة بحوالي 67%. اليوم تدشين مشروع بنك HSBC فرع العدلية للطاقة الشمسية، وحسب المعلومات أن 67% من استهلاك فرع العدلية من الكهرباء راح يكون إنتاجه من الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية. والبنك عندهم هدف ان بحلول 2030 100% من استهلاكهم من الكهرباء في مملكة البحرين يكون من الطاقة الشمسية، ونحن نرجو ان تحذو البنوك الاخرى مثل بنك HSBC في هذا المجال. هذا اليوم يعتبر يوما حماسيا بالنسبة لنا، لأننا اليوم نفتتح المشروع الذي يحول بنك HSBC فرع العدلية إلى 70% من الطاقة المتجددة، وهذا ما يؤكد على طموحات البنك العالمية بتحويل الانبعاثات الكربونية إلى 0% بحلول عام 2030، إلى جانب تنفيذ طموحات جلالة الملك المفدى حول أهداف الطاقة المستدامة. فنحن نعتبر أول بنك في مملكة البحرين يتوجه نحو هذه الاتجاهات، وفي الواقع هذه ليست هي المرة الأولى للبنك.